السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من تونس، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الحكومة المكلف يؤكد تقدم المشاورات، وإعلان تركيبة الحكومة سيكون بداية الأسبوع القادم. للمرة الأولى في تونس وفي شمال أفريقيا نجاح عملية زرع جهاز مساعدة البطين الأيسر لمريض بقصور في القلب. تزامنا مع العطلة المدرسية إقبال على معرض الكتاب التونسي في دورته الثانية، وتنوع وثراء في العناوين المعروضة. عقب اجتماعا بعد ظهر السبت، جمع رئيس الحكومة المكلف لحبيب الجملي برؤساء حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركتي الشعب وتحيا تونس. أعلن الجملي التوافق بين هذه الأحزاب على جملة النقاط الخلافية، وأنه سيتم إعلان تركيبة الحكومة الجديدة الأسبوع القادم. خلال هذه الندوة الصحفية، أكد رئيس الحكومة المكلف لحبيب الجملي أنه تم التوافق مع الأحزاب المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة على النقاط المطروحة، وبقي على هذه الأحزاب العودة لمؤسساتها الحزبية غدا على أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة بداية الأسبوع القادم. تم التوافق على كل النقاط المطروحة، وبقي أن الأحزاب يرجعوا لمؤسساتهم الحزبية خلال عطلة أسبوع يوم غد، وإن شاء الله باش يتم الإعلان على تركيبة الحكومة خلال الأسبوع القادم وفي بدايته على أكثر الضم. كما أكد لحبيب الجملي أن اجتماعا آخر سيعقد يوم الاثنين لمراجعة تركيبة الحكومة من حيث الأشخاص ومرشحو الأحزاب للحقائب الراجعة لها بالنظر، ليتم بذلك تحديد الأسماء والوزارات لكل حزب. وبهكا تكون إن شاء الله التشكيلة اكتملت، ويتم الإعلان عليها بصفة رسمية وتقديمها إلى البرلمان إن شاء الله خلال الأسبوع القادم. طلبت منهم بأن كل حقيبة مسندة لحزب من الأحزاب يقدم 3 مرشحين، على الأقل واحدة منهم امرأة، هذا شرط يعني أساسي، ويتم التحقق منهم ودراستهم من طرفي واختيار أحدهما أو لا أحدهم في طول. أما الوزارات التي وصفها الجملي بالأساسية وهي الاقتصادية والمالية والفنية، فهي من مشمولات رئيس الحكومة وفق تأكيده. باش يتحمل مسؤوليته كمستقل يقود الحكومة، والتحدي الكبير هو تحدي اقتصادي، فمن الطبيعي والمعقول أنه يكونوا هالوزارات هذوما ضمن اختيار حر لرئيس الحكومة. نص مستقلين يعني كفاءات وطنية مستقلة على الأحزاب، هذه يعني من مشمولات رئيس الحكومة اختيارهم، والنصف الآخر يكون راجع للأحزاب في الاختيار في الترشيح في الترشيحات، ولرئيس الحكومة حق الاعتراض على أي مرشح يراه ماهوش كفء. هذا وسيتم التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد لتحديد الشخصيتين اللتين ستسند لهما وزارتا الخارجية والدفاع. إعلان سيتم خلال أسبوع، وما حددتش النهار، يعني فيما يخص الأحزاب اتفقنا بحول الله يوم الاثنين يكون الموضوع محسوم مع كل الأحزاب، تركيبة أسماء وتوزيع حقائب، إسناد حقائب إلى الوزارات إلى الأحزاب المختلفة. ولكن أنا قلت خلال الأسبوع حتى نطيح مزيد من الوقت في إطلاع السيد رئيس الجمهورية على التشكيلة والتحاور معه حول الشخصيتين اللي باش تسند لهم وزارة الخارجية ووزارة الدفاع. وكان الجملي قد اجتمع بعد ظهر اليوم برؤساء الأحزاب الأربعة التي تشارك في تكوين الحكومة الجديدة، وهي حركة النهضة وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي، لاستكمال الحسم في النقاط الخلافية. وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة عبر عن الأمل في أن يتم إعلان أعضاء الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل. وأعرب المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء أمس عقب اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي عن مساندته كل الجهود والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف لحبيب الجملي، وحرصه الشديد على أن تستجيب حكومته الجديدة لتطلعات التونسيين من حيث الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز.
وحي المكتب التنفيذي كل المبادرات والمساعي السياسية التي أطلقتها الأحزاب أو المنظمات أو الشخصيات من أجل دفع الحوار بين الكتل والأطراف السياسية والعمل على تغليب المصالح العليا للبلاد وتوفير المناخات المناسبة لتشكيل حكومة تستجيب لأوسع قاعدة سياسية وشعبية ممكنة. هذا وفي ختام لقائه رئيس الحكومة المكلف هذا المساء قال رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف إن الائتلاف سيكون رسميا في المعارضة ولن يمنح الثقة للحكومة الجديدة، موضحا أن حزبه غير معني بحقائب وزارية في حكومة توجد بها أحزاب رفضها الصندوق على حد تعبيره. طبعا احنا التصور اللي قدمناه انه تكون حكومة ثورية فيها أساسا ائتلاف الكرامة، حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب، ما كانش هذا التوجه. نلقاو ناس أخرى اللي احنا مرينا انه نتائج الانتخابات عاقبتهم، فاحنا في ائتلاف الكرامة موقفنا واضح، القطع مع المنظومة القديمة، القطع مع المنظومة الفاشلة، نحب حكومة، هذا بلغناه كله لرئاسة الحكومة. احنا من اللحظة هذه رسميا احنا في المعارضة، ائتلاف الكرامة سيكون في المعارضة، لكن مش نكونوا في معارضة بناءة مش معارضة عدمية، اكيد مادام احنا في المعارضة لن نمنح الثقة للحكومة. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية السبت أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أذن بفتح بحث معمق في شبهة فساد بسفارة تونس بباريس، وأرجعت الوزارة السبب في ذلك إلى ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بشأن وجود شبهة فساد في السفارة، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقا إعلان نتائج هذا التحقيق وما قد يترتب عنه من إجراءات إدارية وتتبعات قضائية. نجح فريق من الأطباء التونسيين في إجراء عملية زرع جهاز مساعدة البطين الأيسر لمريض يشكو قصورا في وظيفة القلب، وهي العملية الأولى من نوعها في تونس أجريت بإحدى المصحات الخاصة بصفاقس، ويؤكد الأطباء أهميتها في توفير دعم ديناميكي طويل الأمد للمرضى الذين يعانون من قصور وظيفي حاد في بطين القلب الأيسر. أول عملية زرع لجهاز مساعدة البطين الأيسر في شمال إفريقيا تمت بنجاح في تونس وبالتحديد بإحدى المساحات الخاصة بولاية صفاقس، عملية يؤكد الفريق الطبي أهميتها في توفير دعم ديناميكي طويل الأمد للمرضى الذين يعانون من قصور القلب البطين الأيسر المتقدم وللحصول أيضا على دعم مؤقت حتى تمكن من زراعة القلب. العملية هذه قمنا بها المريض سنه 47 سنة، المريض هذا كان يعاني من هبوط حاد في عضلة القلب، لانسيفيزونس كاردياك ستاد تيرمينال. المريض هذا كان في حالة إذا كان ما قمناش بالعملية هذه يعني لسويليتي فاتال، الإنسان كان باش يموت. بفضل العملية هذه وإحنا اليوم تقريبا 3 أسابيع بعد العملية المريض في حالة طيبة جدا، تقريبا ما يخو في حتى علاج بعد ما كان يخو علاجات كثيرة. عملية زرع جهاز مساعدة البطين الأيسر عملية مقترنة أساسا وفق المختصين في جراحة القلب والشرايين باختيار المريض المناسب لضمان نجاعة أكثر. التركيز كل التركيز هو على اختيار المرضى، معناته باش الجهاز هذا يكسب الفاعلية متاعه يزمك تختار المرضى المناسبين، معناتها يلزم سولون كيل كريتير، ثم دي كريتير سيانتيفيك، ثم دي روجيستر انترناسيونو، سي دي روجيستر اللي فيهم 20000 باسيون، معناتها 20000 مريض وما اكثر، باش يحددوا ستاتيستيكمون شكون لي باسيون، شكون المرضى اللي هما عندهم اكثر اليجيبيليتي، معناتها انهم ينتفعوا اكثر من القابليه للزرع نتاع الجهاز هذا. ألف عملية زرع أجريت لجهاز مساعدة البطين الأيسر في العالم وتمكن بنسبة 74% من توفير حياة عادية للمنتفعين بها مع الالتزام ببعض الاحتياطات والإجراءات اليومية لضمان نجاعة أطول وأفضل. على هامش معرض الكتاب التونسي الذي يتزامن مع عطلة الشتاء رصد لنوعية الكتب التي يقبل عليها التونسي في هذا المعرض.
تتجه الأنظار إلى العناوين المعروضة في المعرض الوطني للكتاب التونسي، فبين أروقته يعرض ما يقارب 15,000 عنوان في مجالات الأدب والسياسة والثقافة والاجتماع والرواية والشعر والبحوث الأكاديمية والقصص. فأي نوعية من الكتب يقبل عليها التونسي في معرض الكتاب؟ نشجع في لي بارون باش يشريو كتب المطالعة، باش الصغير يتغذى الكبار مغرومين بالتوالي كتب سياسية، واللي نسى كتب المطبخ. كي يبدا انسان مختص مثلا في الادب ولا في الحضارة وكل، باش يمشي ديريكت للحاجة هو مختص فيها كباحث. أما معناها صغار وكل يقبلوا شوية على القصص والروايات. أنا نفضل الروايات والكتب النقدية أكثر. القصص اللي نحبهم فيهم خير. وفيهم تصاور والكتابة متاعهم كبيرة. أنا نحب القصص المثيرة هكا شوية وهكا شوية رومانسية فيها، ناخذوا منها خيال ونجموا نعبروا في الامتحانات وفي الانتاج الكتابي تاخذ منها خيال واسع. عربي أكثر من الفرنسي بيسكو سي بليجي، ويعني جيت لهوني فما برشا انواع تاع قصص نحب نكتشفهم كيما قصص الانبياء، ويعني برشا حاجات نحبهم يعني. وإن كان هذا اختيار بعض من رواد المعرض، فإن أصحاب دور النشر والناشرين يرون إقبالاً على نوعية معينة من الكتب. التونسي بالأساس يقبل على الرواية ساعة، معناها الرواية هي اللي تلقى الصدى في السوق الكتب التونسي، الرواية مطلوبة، بينما العناوين الأكاديمية والبحوث العلمية ديما عندها سيبل خاص بها اللي هما في العادة ولا عند جمهورها صغير على الأخر اللي هو يشتغل ربما في الجامعات التونسية. قصص تربوية، معناها قصص جميلة تربوية باهية، تعلم الصغار اللغة الإنجليزية، وفي نفس الوقت معناها فيهم متعة. متعة وفائدة يحصلها القارئ بكتاب هو رفيق الفكر وبوابة للمعرفة، يعرض في المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الثانية حتى 29 من ديسمبر الجاري بمدينة الثقافة. أخبار العالم نبدأها من الصومال، التي شهدت مساء السبت مقتل 7 مدنيين على الأقل وجرح العشرات أغلبهم عسكريون إثر تفجير سيارة ملغومة قرب فندق في إقليم ماتش. وقال مصدر عسكري أن الانتحاري لم يتمكن من دخول مجمع الفندق، مما دفعه للاصطدام بدلا بعربة عسكرية كانت متوقفة قرب حاجز أمني. وفي لبنان أعلن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب بعد يوم من المشاورات مع الكتل النيابية توجهه لتشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين مصغرة في أسرع وقت ممكن، واصفا الوضع في لبنان بأنه لا يحتمل الانتظار. وأضاف دياب أن الحكومة الجديدة ستتكون من حوالي 20 وزيرا، معربا عن أمله في ألا يستغرق تشكيلها أكثر من 6 أسابيع. يأتي هذا في وقت يطالب فيه المتظاهرون في الشارع بتشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية الانهيار الاقتصادي. من أخبار الرياضة الآن، فاز نجم المتلوي على النجم الساحلي بهدف دون مقابل في مباراة متأخرة جمعتهما عشية السبت بملعب المضيلة لحساب الجولة 3 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وسجل أسامة العمراني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 ليرفع النجم المتلوي رصيده إلى 9 نقاط في المركز 12، فيما يحتل النجم الساحلي المركز 6 ب17 نقطة. في الرياضة أيضا، توج نادي ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا أول مرة بكأس العالم للأندية لكرة القدم التي دارت فعالياتها بقطر بعد فوزه في الدور النهائي هذا المساء في الدوحة على نادي فلامينغو البرازيلي بهدف 0 بعد تمديد الوقت سجله اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينيو في الدقيقة 99. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. رئيس الحكومة المكلف يؤكد تقدم المشاورات، وإعلان تركيبة الحكومة سيكون بداية الأسبوع القادم. للمرة الأولى في تونس وفي شمال إفريقيا نجاح عملية زرع جهاز مساعدة البطين الأيسر لمريض بقصور في القلب.
تزامنا مع العطلة المدرسية، إقبال على معرض الكتاب التونسي في دورته الثانية، وتنوع وثراء في العناوين المعروضة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والاهتمام، في أمان الله.